بالنسبه لي هما عادي غير واش ما يطلبوا واحد الاتجاه قاعد نشوف واحد الاتجاه ممكن يستعملوا شي حاجه بعد القرار هذا في السوق ما عندهم واحد المحل عنده الباب جهه اخرى كنا نشدوها في الوقت هذاك هما بدهم يقولوا ما تشدش في الوقت يقولوا هذاك المدخل ديال الحي ولكن ملي خرجت مؤخرا ديك اللجنه صافي ان حل القنطرة ست تعاود كاين محضر كاين محضر كساكنه ديال حنا كساكنه ديال الحي الجيراوي القنطرة كاينه بالحي الجيراوي الحي الجيراوي اللي كتوجد هذه القنطره اللي تم التسييس ديالها من طرف السلطات بعد ما عملنا حنا شكايه سعاده الوالي الا وتجاوب معنا سعاده الوالي كنشكروا من هذا المنبر ديالكم ان سعاده الوالي تفاعل معنا بواحد السرعه واللي خلاه انه يجي لعين المكان وهذاك ويقوم باعداد واحد اللجنه اللي وجهها لعين المكان وهي اللي قامت بتسجيل هذا المكان هذا وحسست ان هذا المكان بان كيحمل خطوره ديال القنطره حنا ما عندناش بان اخبار بها بان واش فيها شي مشكل بعد ما كان احد ديال اصحاب ديال المحل تقام بواحد رخصه ديال تجاريه الا تعطل علينا البحث ديال السلطه مما ادى حنا بقينا كما كيقولوا كننفسوا فين هو المشكل جبرنا كنشكروا ايضا اللي عنده المحل تما ديك المصور هو اللي وجهنا الطريق لانه هو اللي عرف بان هذه القنطره بان فيها مشكل اما حنا ما كانش عندنا في 2022 عاد بان تنبهنا بان كاين المحضر ديال المعاينه ديال هذا الشيء هذا ديال بان المحضر كتحمل الخطر هذه القنطره وثم توجهنا حنا المقاطعه جاوبت معنا قاموا بشنو بلجان ميدانيه كذلك سعاده الوالي ايضا تفاعل معنا مع الشكايه ديالنا وحنايا كنوجهوا هنايا رساله ايضا للرئيس ديال الجماعه انه يتفاعل مع الموضوع كما تفاعلت مع السلطه ولا المقاطعه وحنا ما عندناش شي مانع لا مع السلطه ولا مع الجماعه حنا مع الحلول جذريه وانيه وشكرا على الشركه. قال لك هاد القنطره خصها تغلق حنا في الراي يعني حتى حنا موافقين اللي عملته السلطه بما ان انتم قلتم خصكم تغلقوها يغلقوها لان الاخت ديالي ساكنه في الخارج جات باش تدخل جبرت داك الشيء السياج ولادها خافوا كيفاش هاد القنطره كنقول لهم انا الدار ما فيها حتى شي خطوره هذا غير يعني سوء تفاهم وقع وصافي وبالنسبه للقنطره مبنيه صحيحه من 1989 بالبيكات بالحديد بكل شيء قديم وبالرخصه ديالها نقدروا نفتشوا على الرخصه في البيت ديما نقدروا نجبروها لان هذا الشيء قديم بزاف وكنطلبوا منكم تعاونونا يعني ان شاء الله بحول الله في اقرب وقت لان ما يمكنش الناس ساكنين وعاملين لهم ديك البريرات الناس دابا غادي تخاف حتى تدخل للدار وهو ما كاين حتى شي حاجه غير وشايه كاذبه بأن قنطرة غطيح وشاية كاذبة وعاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله حنايا جينا اليوم باش يعملوا معنا جينا باش يعملوا معنا الحل النهائي جو بارح شدوا لنا حدا الدار ديالنا وشدوا لنا المسائل وكذا وهذيك عملنا الاجراءات بارح مع الايض ومع اللجنه ومع المسائل اللي جاو وقالوا لنا الامور ديالكم الحمد لله راه مقبوله وغادي يجيو يصلحوا داكشي ديال الانطرا وقلنا لهم فوقاش غادي يجيو قال لك اسيدي غادي يخرجوا شي ميزانيه وغايجيو يصلحوها وجينا عندهم اليوم هنا القصر البلدي ودخلنا عملنا اللافتات ديالنا عملنا المسائل ديالنا وصقلونا قالوا لنا بلاتي تناو شويه غادي نشوفوا معاكم الحل دابا عملوا معنا الحل الحمد لله وكل شيء وهذيك دابا كنتناو غير يعملوا معنا الاجراءات والرانديفو فوقاش يجيو يصلحوا ديك الانطره اللي تماك اللي كيشكوا فيها باللي انا راه ماشي مزيانه حنايا مزيانه ان داك الانطرا يجيو يشوفوا
الحل اللي باغيين هما يعملوه حنايا قابلين ومتراضين بداك الشيء اللي غادي تعمل اللجنه اللي خرجوا فيها 21 مهندس والاداره، وخرجت الاداره ديال العوامه، وخرجت الاداره ديال البلديه، ودابا خصهم يزيدوا يتاكدوا من المسائل ديالنا. حنايا الحمد لله قابلين بداك الشيء اللي غادي يعملوا ويسربيونا، ما يخليونا شي داك الكرياج الحديد تماك باش ما يعترش فيه الناس. وحنايا مستعدين اي حاجه يعملوها معنا وموافقين، وحنايا قابلين عليهم في المسائل كامله. وسي العمده وسي الوالي هما اللي وقفوا معنا، الله يجازيهم بخير، الله يكبر بهم. وحنايا قابلين بالمسائل ديالهم. الله يوقف مع هذا الشيء. علاش حيت هي شوف نمشيو تما غايشوفوا القسم التقني هما اللي عملتو شي سمع اي اجراء خصو يدار خصو يكون بمواصفات قانونيه. اللي عملتو ما قدر الله وقع شي حاجه تما. لا لا الحمد لله، الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه تما.